طيب ما اختيش، هو التليفونات كمان ما بقاش عندها صبر. الو، ايوه نعم. سريان ازيك يا حبيبي، وحشني وحشني يا دنايا، يا رب يهنيك يا رب. وزي عروستك عامله ايه يا رب؟ عقبال ما اشيل عوضك ان شاء الله يا رب. لا يا دنايا، دي يا دوبك نازله بقالها نص ساعه. لا اصل اتصلت بحسام قال لي ان ماما في البيت. طيب يا خاله انا هكلمها في الورشه، مع السلامه. ايه مالك يا ريت، في حاجه حصلت؟ لا لا يا حبيبتي ولا حاجه. امال سرحان في ايه؟ واخد عقلك؟ مفيش حد واخد عقلي غيرك يا حبيبتي. يا شيخ يعني انت كنت سرحان في ايه؟ بصراحه لقان على امي اوي، الموبايل بتاعها مقفول. اتصلت بحسام قال لي انها تعبانه وبقالها كام يوم في البيت. لما اتصلت بالبيت خاله فاطمه قالت لي انها نزلت الورشه. بصراحه انا قلقان ومش عارف ايه اللي بيحصل. ما تقلقش يا رياض، ان شاء الله ما فيش حاجه يا رب. الو، ايوه ست الكل، ازيك؟ ايوه رياض، ازيك يا حبيبي، وحشتني يا ابني قوي. انت عامل ايه يا حبيبي؟ ايه، طب هتيجي امتى؟ بقول لك ايه يا رياض، انا تعبانه خالص، عايز اشوفك تعالالي. تعبانه ازاي يعني يا امي؟ في ايه؟ ايه اللي حصل يا حبيبي؟ يا ابني اول مره تبعد عني، انا مش هخلي بعد كده حد يبعدك عني تاني ابدا. ربنا يخليك يا ماما، هو احنا نقدر نبعد عنك ابدا؟ قولي عملت ايه في السفريه؟ حد حرق دمك؟ حد زعلك؟ لا 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 ماما، بالعكس، دول كانوا يومين حلوين قوي بصراحة. ما كناش عايزين ننزل، بس لما سمعت صوتك في التليفون وانت بتعيطي قلبي كني عليكي، ونبيلة كمان قالت لازم ننزل فورا مصر علشان نطمن على ماما. يخليك ليا، انا عارفة ان انت بتقدرش على زعلي، انا برضو بقول ليل ونهار يا ترى يا حبيبي عايش ازاي من غيري. طبعا يا ماما، هو لو ما كلوش خير في حضرتك هيبقى له خير في حد. يا اهلا يا اهلا يا ألف مرحبا، حمد لله على السلامة. ده البيت نور، البيت بس ده باب الخلق كله نور برجوعكم. ربنا يخليك لينا يا خالة. ربنا يخليك يا دادا، هاتي عندك. يا حبيبتي عقبال ما اجيب لك المشمر والمحمر وانتي نفس قادر يا كريم. تسلمي لي يا دادا. بسم الله الرحمن الرحيم. خد يا حبيبي كل، مالك خس وعدمان ولونك اصفر زي الكركم كده ليه؟ اه وحياتك يا ماما اكليه، عشان هو اكل الفندق ما كانش عاجبه. فندق؟ وياكل في الفندق ليه يا اختي؟ ايه على ايديكي نقش الحنه ولا ما بتعرفيش تطبخي؟ لا يا ماما بالعكس، نبيله استاذه في الاكل، لكن اصل الاوض في الفندق يعني ما بيبقاش فيها مطبخ، فكنا مضطرين ناكل من اكل الفندق. وانت انا كنت جربت اكلها فين ان شاء الله؟ عندهم يا ماما في البيت ايام الخطوبه. تلاقي رمزيه هي اللي كانت طبخاها. خد يا ماما، نبيله حبيبتي هي اللي كانت بتطبخ. عموما يا ماما الايام جايه وهتدوقي طبيخي وان شاء الله هيعجبك. ده حسام ومنال لما يشوفوك هيفرحوا بيك قوي. بس يا رب يجوا بسرعه بقى لحسن، انا تعبان جدا وعايز اخش انام. تنام ايه شغل الكتاكيت والفراخ ده؟ ايه النوم البدري ده؟ انا لحقت اقعد معاك يا ابني. لا اصل انا تعبان يعني يا ماما، السفر والمشوار هو بالحق احمد جاب الاجهزه. على فكره جبت لك اوضه النوم من 3 ايام وخليت العمال نصبوها لك، واخوها امبارح جاب الاجهزه، وما فرشت الشقه النهارده. على فكره كانوا جايبين انتري كده اسيوطي اي كلام، ذوقه بلدي ما عجبنيش، ركنته على جنب وجبت لك حاجه تليق بمقامك ومركزك. اديني مفتاح رياض عشان اروح اغير هدومي. ثانيه نبيله انا جاي معاكي. أغير هدومي؟ حكم. حقك علي يا حبيبتي. لا يا رب مفيش حاجة حصل خير. تعالي بقى قوليلي بقى إيه رأيك في أوضتك؟ حلوة أوي يا رياض. حلوة علشان دخلتيها ونورتيها حبيبي يا رياض. مش عارفة أعمل إيه في حبك وحنيتك دول. أنا مش عايز غير ضحكتك الحلوة بس. وأنا هخلي كل أيامك حب في حب.
ربنا يقدرني ويخليكي اسعد انسانه في الدنيا. مين اللي بيخبط كده؟ مين؟ يا رياض افتح يا حبيبي. انا ماما يا روح ماما. ايه يا اخويا؟ سنة عشان تفتح لي، انت نايم في العسل ولا ايه؟ ملوش لازمه الكلام ده. يا اهلا وسهلا يا امي، اتفضلي حضرتك. يزيد فضلك يا حبيبي. خش يا فاطمة. انا جبت لك العشاء، اصلك ما كملتش اكلك قمت ورا الست. مطرح ما يسري يمري. متشكر قوي يا خالة. خفت عليك تنام من غير عشاء، جبت الاكل يا قوي قلبك، اصلك انت مش ناقص هدة. اتاريك يا نور عيني نمت؟ لا 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 يا امي خالص، انا لسه ما نمتش. اها، امال لما انت ما نمتش سبتني ملطوعة على الباب المدة دي كلها ليه؟ ها؟ متشكر قوي يا خالة، تعبتك. شكرا يا امي على العشاء. لا شكر على واجب يا حبيبي. يلا شوف كنت هتعمل ايه، كمله وما تنساش بكره الساعه 10 في الورشه. تصبح على خير. وحضرتك من اهل الخير. رياض تاكل، ما تسيبش الاكل كده على السفره وتخش تنام. اهم حاجه صحتك، ما حدش هينفعك. تصبح على خير. تصبح على خير. اقفل الباب. انت من اهل الخير. لا العقربه ما خلتوش يفتح لي الباب. ماما كانت جايبه لنا الاكل يعني علشان نتعشى. ما انا سمعت كل حاجه. نبيله. نعم. انا عارف ان ماما طبعها صعب وكلامها ناشف، بس والله والله قلبها طيب قوي. وبعدين يا حبيبتي انت لازم تفهمي ان انت عندي بالدنيا كلها، اني هعمل كل اللي اقدر عليه علشان اساعدك، بس دي امي لا اقدر اغيرها ولا اغير معاملتي معاها. انا ما طلبتش منك تعمل كده. انا عارف طبعا يا حبيبتي انك ما طلبتيش ولا حتى هتطلبي، بس انا عايز افهمك حاجه. ماما ساعات بتبقى جامده وقاسيه معايا في الكلام، دي مش قساوه، هي طبعها كده. وحتى لو كانت قساوه انا لا يمكن اقف قدامها ولا ازعلها. مش ضعف يا حبيبتي، لا، لانها الانسانه اللي هتسال عليها يوم اللي. ولو عملت اكتر من كده مليون مره مش ممكن ازعلها، وعايزك بقى تساعديني على كده. حاضر، وانا عشان خاطرك انت مش هزعل منها مهما عملت. يا حبيبه قلبي انت اجمل هديه ربنا اداهالي. بحبك. صباح الفل يا ست الحبايب. صباح الهنه، ما تاخدنيش في شويه البكش بتوعك دول. الساعة كم معاك؟ يعني تطلع واحدة كده يا أمي. طب أنا مش قايل لك الساعة 10 تكون جاهز؟ معلش يا أمي، أصل راحت عليا نومة. راحت عليك نومة؟ والنبي إيه؟ ده أنا كسرت الباب عليك الساعة 10، لو كنت نايم في خن ديب كان زمانك صحيت. ياه، ما سمعتش خالص. ما سمعتش ولا ما كنتش عايز تسمع ولا مش عايز تفتح؟ ده كلام برضو يا أمي. طب أنت ما سمعتش، والمحروسة اللي جنبك كمان ما سمعتش؟ اللي المفروض تحضرك تقوم تعمل لك فطارك وتقومك وتهننك وتمننك وتوضبك عشان تروح شغلك. معلش يا ست الكل، ما انا برضه عريس وفي شهر العسل، ما كانش المفروض انزل دلوقتي، بس علشان خاطرك انت، علشان ما تزعليش انا نزلت. يا سلام، بتحملني جميله، وكل اللي بيتجوز بيلزق جنب عروسته كده؟ ما انت بقالك اكتر من اسبوع لازق جنبها. كفاياك يا حبيبي، انزل شوف شغلك اللي واقف ده. حاضر. اموري، ايه المطلوب مني؟ عندك تلات اوض نوم في المخزن، عايزين يروحوا دمياط، خدهم وديهم. حرام عليك يا امي، ده انا متجوز بقالي اسبوع بس، عايزه تسفريني دمياط؟ وفيها ايه؟ مش شغلك ده ولا مش شغلك؟ يا سعيد، سعيد! تحت امرك يا رياض بيه. الاوض اللي في المخزن تتحمل على العربيه وتطلع معاهم دمياط. انت اللي هتروح. ما اقدرش يا امي، تعبان مرهق، ما اقدرش اسافر وارجع في نفس اليوم. خلاص يا حبيبي، مفيش داعي ترجع في نفس اليوم، ارجع تاني يوم. لا، الواد بعد ما اتجوز اتجنن. بسم الله، الله اكبر، خمسه وخميسه في عين اللي شافك ولا صلاش على النبي. عليه الصلاه والسلام يا فاطمه. ايوه كده، ايوه كده، نورتي بيتك وشغلك، مفيش حد يستاهل تحرقي دمك علشان. خلاص يا ست فاطمه اسكتي بقى. انا هسكت بس لازم ارقيك الاول. اتفضلي ارقيني.
بسم الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. العين صابتني ورب العرش نجاني من شر حاسد إذا حسد، من شر حاسد إذا حسد. هيحسدوني عليا يا ست فاطمة على المصيبة اللي أنا فيها؟ مصيبة إيه يا أختي كفلة شر؟ ده أنت تفضلي كده طول عمرك ست الستات، ولا فيش أي واحدة هتيجي في ضفرك حاجة أبدا. بأمارة ما ترميت أهو وراح يتجوز واحدة تانية. بقول لك إيه؟ هلا هلا على الجد، والجد هلا هلا عليه. انت لو فضلت على الحال ده طبعا هو هيعرف ان انت عامله كده علشان انت عرفتي ان هو هيتجوز، وشوفي بقى ساعتها بقى يا فرحته يا هناه لما يعرف ان الست صريع صاحبه الشن والشنشان، ساقطه من طولها وسايبه شغلها وحالها ومالها وحزنانه عليه. انت يا فاطمه انت اللي بتقولي كده؟ انت عارفه ان انا طول عمري بحب الاستاذ يوسف وبدافع عنه، لكن يوصلك لكده؟ لا لا يا حبيبتي، هو ايه؟ هو خرط الخراط واتمدد مات، ما خرطش غيره. تعالي بقى قولي لي هنا، هو انت قمتي شفتيه ان هو اتجوز؟ مش يمكن بيقول كده لسرياد علشان ينحرارك ويشوف الغيره في عينيك تقوم انت تتكلبشي كده من اول كلمه؟ تفتكري كده يا فاطمه؟ ليه لا؟ لا بس انا عارفه يوسف، يوسف دغري وصريح. بقول لك ايه بقى، بص لروحك، اذا كانت يا حبيبتي الحكايه دي طلعت جد اديكي عرفتي وخلاص، واذا طلعت كذب يبقى ما فرحتهوش فيكي. شوفي بقى شغلك وتجارتك. يا رب يطلع كلامك مظبوط ويكون بيجس نبضي فعلا يا رب. ألو، أيوة أنا، سلوى. الحقني يا أستاذ يوسف. مالك في إيه؟ إهدي بس يا بنتي عشان أعرف بتقولي إيه. ماما مغمى عليها وما بتردش عليا خالص، أنا مش عارفة أتصرف. تيتا سافرت الصبح. طب يا بنتي أنا هغير هدومي وأجيلك على طول، بس حط روب ولا بلطو عليها عشان نوديها المستشفى. ما تخافيش واعملي اللي قلتلك عليه. ايه يا احمد؟ ايه اللي مسهرك لغايه دلوقتي؟ ايه اللي صحاك يا ست الكل؟ كنت عايزه اطمن عليك. اطمني يا حبيبتي، انا هخلص المذكره اللي في ايدي دي وبعد. ايه ده؟ مين اللي هيطلبنا الساعه دي؟ مش عارف. الو؟ ايوه؟ استاذ يوسف؟ ازاي حضرتك يا استاذ؟ لا تحت امرك، امرني يا استاذ. ايوه حاضر، حالا هكون هناك يا استاذ. ما تقولش كده، انا ورياض واحد. حاضر يا استاذ يوسف، مع السلامه. مع السلامه. هو ايه الاستاذ يوسف تعبان؟ لا ده باين عليه عايزني في حاجه مستعجله، وعمال يعتذر ويقول لي معلش اصل رياض مش موجود، ومحرج على الاخر. ده احنا نخدمه بعنينا. على العموم انا هغير هدومي واروح له على طول. اقعد يا بنتي ارتاحي، ما تعمليش في نفسك كده. مش هرتاح غير لما اطمن على ماما. خير يا استاذ يوسف؟ في حد يخص حضرتك تعبان ولا حاجه؟ لا ده اصل مدرسه زميلتي في المدرسه بنتها برضو تلميذة عندي. بس واضح ان حضرتك بتعزهم قوي. لا اصل ما لهمش حد في مصر، وانا بعمل الواجب يعني، فقلت ابعت لك تقف معايا. بلا قوي ومش قادره تتحمل الالم. هي حصلت لها الحكايه دي قبل كده؟ ايوه مرتين، بس ما كانش بالشكل ده. ربنا يهديك يا رحاب. الو. ايوه يا رحاب. يا بنتي ما تنامي بقى وترحميني، نمت عليكي حيطه. ايه؟ عينك ما بتغمضش؟ لا غمضيها يا اختي.
لما اضيع بكره بشوفك. يلا باي باي. العيني ما بتغمضش. ما هي ليلى مش فايته. مين؟ انا يا حسام. ماما اتفضلي يا ماما. خير يا حبيبي. انا كنت قلقانه، سمعت صوت الموبايل بتاعك ولقيتك رديت، قلت اجي اشوفك. ايه يا حبيبتي قلقانه من ايه؟ مش عارفه حبيبي، يمكن عشان غياب رياض عن البيت، يمكن قلق عليكو، مش عارفه قلقانه. مالك يا ماما؟ في ايه؟ انا عمري ما شفتك متاثره كده. لا يا حبيبي انا مش متاثره ولا حاجه، بس يمكن نفسي رياض يرجع ونتلم تاني. انت عارف ان انا ماليش اهل ولا لي اخوات ولا قرايب. انتوا اهلي وانتوا اخواتي وانتوا حبايبي وانتوا نور عيني وانتوا لكل حاجه ليا في الدنيا. لما حد منكم بيغيب عقلي بيشت. طب يا ماما يا حبيبتي، هو رياض بعد راح فين بس؟ ده بيقضي شهر العسل. عقبال يا رب كده اما اقضي شهر العسل يا رب. دي السلم مستعجل قوي على الجواز. طب شد حيلك وخد شهادتك كده. ولما اخد شهادتي هتعملي ايه؟ هجوزك واحده بنت اكابر وجمالها يحل من على المشنقه. طب واللي يرجع في كلامه وسوسو؟ انا سرايا ابو الفضل اوقات كلامي زي السيف. يلا نام يا ليمت، تصبح على خير. انت من اهله حبيبتي. يا دكتور خير؟ طمني يا دكتور على ماما الله يخليها. ما تقلقوش يا جماعه، فتتنا الحصوه وهي كويسه دلوقتي. حصوه؟ ايوه في حصوه فكين. ممكن ندخل لها نطمن عليها؟ هي نايمه دلوقتي من تاثير البنج. امها كلها ساعتين وتروح معاكم. حبيبتي يا ماما متشكرين يا دكتور. ألف حمد لله على السلامة يا ماما. الله يسلمك حبيبتي. نورتي بيتك يا حبيبتي. ميرسي يا حبيبتي. أنتِ بقى النهاردة تنامي وترتاحي، وأنا في خدمتك، شاوري وأنا نفس، حتى الأكل هجربه فيكي النهاردة. ما تاخدينيش في دوكة، أنا زعلانة منك عشان كلمتي أستاذ يوسف. وكان إيه البديل بس يا ماما؟ نعرف إحنا مين هنا غيره عشان نلجأ له في موقف زي ده. وبعدين ما إحنا ما شفناش من الراجل غير كل أدب وشهامة. انا ما بنكرش كل اللي عمله، كتر خيره طبعا، بس انا خايفه من كلام الناس. ما تخافيش يا حبيبتي، اي حد شافه وهو طالع اكيد شافه بعد دقيقتين وهو نازل معانا وحضرتك تعبانه. يلا بقى يا ست الكل، نامي انتي وارتاحي، وهتصحي تلاقيني محضره لك غدا ما حصلش. يلا بينا يا قمر. كنت فين يا باشا؟ حصتك خلصت من بدري. كنت بقدم طلب اجازه للاستاذه مجدي. ليه مالها؟ اصلها تعبت امبارح ونقلناها المستشفى. الله الله الله، دي الاسلام بقى واصله ما بينكم وانا اخر من يعلم. اسلك ايه يا اخي؟ بنتها سلوى اتصلت استجدت بيا. لا حول الله يا رب. طب وهي عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله احسن. والدكاتره قالوا ايه؟ لو عندها حصوه في الكلى فتتوها لها. نفس حاله ام صلاح. لا ما اعتقدش ام صلاح عندها حصوه في الكلى. امال يكون عندها ايه؟ تالي عندها دبشه في الكلى. سيبك بقى عشان اروح ارتاح. وما عرفتش هي مين يا احمد؟ بصراحه ما حبيتش اكون متطفل. طب وما سالتوش ليه يا ابني؟ سالته قال لي زميلته في المدرسه. مش يجوز متجوز ومخبي على اولاده؟ لا يا امي لا، ده مش اسلوب الاستاذ يوسف، ده راجل طول عمره واضح وصريح. يبقى شايل هم الست سرية ولسانها طويل. لا يا ماما ما اظنش. وبعدين يا ستي تطلع زي ما تطلع، المهم ان هو بخير. احنا ملناش دعوة، كل يا ابني لقمة تسند قلبك. تسلم ايدك يا حبيبتي. يا رب يا ماما بقى يعجبك اكل عشان تطمني هعرف اخدمك وانت عروسة. وبعدين بقى انا ما بحبش كده، بلاش اسلوب جس النبض كل شوية يا سلوى. ما هو يا ماما انا لما بكلمك بصراحة بتتضايقي وبتزعقيني. تقومي تلفي وتدوري عليا في الكلام وتزهقيني؟ طب خلاص بصراحه يا ماما كده انا رايي انك توافقي على الاستاذ يوسف. احنا محتاجين لراجل يكون معانا. اديكي شفتي اللي حصل امبارح، هيجي علينا وقت هنحس ان احنا محتاجين لراجل نتسند عليه ويبقى ظهرنا، خصوصا يا ماما ان انت لسه صغيره. وانا كمان محتاجه احس ان احنا لينا راجل. لما اجي اتجوز الانسان اللي عايز يتجوزني ده يلاقي راجل يتكلم معاه، ولو زعلني يلاقي راجل يقف له. صدقيني يا ماما احنا محتاجين له قوي. ها قلتي ايه؟
حاضر يا سلوى، هفكر. يعني وافقت؟ ايوه، بس حضرتك اوعى تجيب لها سيره ان انا قلت لها، لحسن اللي حصل ده لسه حاصل امبارح الظهر. حضرتك روح اسالها ايه رايك بعد فتره التفكير دي من غير ما تجيب سيرتي. لا ما تخافيش، انا مش هجيب سيرتك خالص. يلا بقى يا استاذ شد حيلك، عايزه اقول لك بقى يا بابا انا شخصيا جاهز. هو حضرتك هتيجي تعيش معانا في شقتنا ولا احنا اللي هنيجي نعيش مع حضرتك؟ لا انتوا اللي هتيجوا تعيشوا معايا في بيتي. هي صحيح شقه متواضعه، لكن هي دي الاصول، ان الست تعيش في بيت جوزها. ما تتصورش حضرتك انا مبسوطه قد ايه من ساعه ما ماما قالت لي انها موافقه.